السلام عليكم. اهتزت صبيحة اليوم مدينة عين توتة بولاية بتنة على وقع حادثة بشعة راح ضحية ولد صغير يبلغ من العمر 8 سنوات بعدما توفي على يد شقيقها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى وسائل إعلامية محلية، فقد أقدم ولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة على إنهاء حياة أخيه والبالغ من العمر 8 سنوات بواسطة آلة حادة على مستوى الرقبة بعد شجار دار بينهما وسط حالة ذهول الأم الطبيبة والأب المتواجد في العمرة. كما قالت بعض المصادر أن الفاعل مصاب بتوحد. من جهتها فإن المصالح الأمنية استدعت مختص في الأمراض العقلية لإجراء الفحوصات اللازمة على هذا الولد الصغير. إنا لله وإنا إليه راجعون.